السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بريستيج نسرين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى يلقاكم أحسن الأحوال إن شاء الله. عواش مبروك وشهر مبارك مسعود يدخل عليكم الصحة والهنا وطويل العمر، والله يعاون الجميع على صيامه وقيامه، ونتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وما يخرج هاد الشهر تيهز علينا ربي إن شاء الله هاد الوباء، ونرجعوا في حالتنا العادية اللي كنا عايشين فيها، ونطلبوا الله يكون سحابه وعبره ان شاء الله يا ربي. وعواش مبروكه للجميع. اليوم هذا يعني ديك الشيء اللي جا داغيا فيت 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 هذا الشيء جا داغيا. وصلت بزاف ديال لي كومونتير، بزاف بزاف ديال لي كومونتير. كثر خيركم، شكرا للناس المتتبعات ديالي واللي كيشرفني انني نلبي الطلبه ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. طلبوا مني الربع المعتمد اللي عندي، الربع اللي هضرت عليه اللي كنعملو انا. وديجا زعما انا اصلا دابا تسخرت زعما باش نعدلو، ونسيت سحاب لي الثوم باقي لي، وجبرت راسي باقي لي غير جوج دريوز ديال الثوم. غنعمل قياس جوج دريوز ومن بعد نزيد عاود. المهم ندوزو عندي هنايا، عملت قبطه حتى انا جبت بزاف. المهم هزيت منها تقريبا هذه قبطه، نقدر نعملها كامله نقدر نقص منها قبطه. هذه قبطه، وهنا هذه قبطه صغيره جباله ديال القزبر، هذا معدنوس، وهنا عندي القزبر مغسول مزيان وميبس، وزعما خليته يروش الليله كامله. وهنايا جوج دريوز ديال التاو، هذا جوج دريوز ديال التوم مقطعين. هنا هذه السودانيه اللي بغى يعملها، اللي ما بغاش، هذه اختياري، هذه زيته وصافي زعما ماشي ضروري. انا كتعجبو وليداتي كتطلق داك كتبنن مع حاره كتبنن. وهنا الزيت ديال العود، دابا غندوزو نطحنوه. انا قطعته باش يجيني ساهل في الماكينه. شفتوا، غنكرروا نفس العمليه. غادي نكملوا القزبر اللي عندنا، ما غنضيفوا دابا هذاك السودانيه الحاره ديالنا. قطعت حتى شي بالموس بلاش، زودت لها ديك الزريعه، هذه حاره ديك الزريعه ديالها. صافي، هذا هو الربع ديالنا. انا نورمالمون كنعمل الثوم زايد على هيدا، غا الثوم صحاب لي كاينه، وانا جبرت غا جوج دريوس، هما كبارين زعما جوج دريوس كبارين. الحق ماشي مشكل، عاودنا اللي بغى يعمل التوم اختار من هايدا يعمل التوم كيبقى نتوما. صافي، انا غنزول هادشي اللي هنايا ونرجع نكمل معاكم ان شاء الله. صافي، انا جبت القرعه، غادي نبدا نهز من الفوق ومن تحت، حيت الفوقاني فيه غير المعدنوس. غادي نهز التوم، الاحسن زيدو يكون التوم زايد على هيدا. انا حيت الا خليتها انا العشيه ما غندركش ننزل الفيديو. صافي، ها
صافي هذا غنستعملو دابا، لان ديجا كان نوجد البريوات وهذا غنستعملو دابا، ما غاديش نعملو في القرعه، وغنضيف عليها زيت العود. انا ضفت عليها، شوفوا واش كيعمل فقاعات. غنضيف عليها زيت العود، غنشدها باحكام. المهم هاد القرعه خاصها تكون مغسوله مزيان ويابسه ما فيهاش الماء. المهم غادي ندخلها للثلاجه دابا، ومن بعد غنرجع واحد ربع ساعه، واحد نص ساعه، ولا نخليها غا فوق هنايا في فوق لورنيه او بوتاجي. غادي نخليها ومن بعد نرجع نفتحها، غنلقى الزيت هبط، غنزيد الزيت. يعني خصها دائما تبقى لك الزيت مغطي حتى تتغطى لك بالزيت. صافي ها هو شتي الزيت كيف كيدخل في وسطها. غادي نشدها، وها هي الربع ديالنا واجد. انا قلت لكم الاحسن يكون عندكم الثوم زايد، انا الثوم عندي ناقص عليها هادشي اللي كاين. المهم نتمنى تكون عند حسن ظنكم وتجربوها ان شاء الله، وتشاركوا معايا الوصفات ديالكم. نتمنى اللي بغى شي حاجه يطلب مني بحال اللي كيطلبوا مني الاخوات الكريمات اللي خطيكم عليا، وعواشر مبروكه الناس اللي دخلوا جدادين. مرحبا بكم والف مرحبا، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم وكنقدم محتوى ينال الرضا ديالكم. وما تنساوش الا تفرجتوا فيديو كملوه حتى الاخر، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك، والى الفيديو مقبل ان شاء الله.